السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين لقناة الأردن اليوم، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم وأن يعطيكم ما تحبون وما تتمنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات عندما كان بصحبة جبرائيل عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج استوقفه منظر، منظر كان رهيب جدا، منظر كان مخيف جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف ونظر ثم سأل، رأى أن أناس يتدافعون نحو لحم نيء، لحم منتئ، لحم رائحة كرائحة الفطيس أجلكم الله، يعني لا يستطيع الإنسان من رائحته أن يقترب منه ولا حتى أن ينظر إليه، يفر منه فرارا. أحيانا تكون ماشي بسيارتك بتشم رائحة كريهة، بتسكر شبابيك السيارة وبتسرع ومش عارف شو، ولحميان بالبيت بتقول لأولاد سكروا الشبابيك في رائحة شيء سيء. فتخيل أن هؤلاء الناس يتراكضون ويندفعون نحو ذاك اللحم المنتن، اللحم السيء، الرائحة المنتنة، ويأكلونه رجالا ونساء. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ووجد بجانب ذاك اللحم المنتن، لحم الفطيس أجلكم الله، لحم الجثث المهترية المنتنة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم لحم طازج وطعمه جميل ورائحته ذليلة ورائحته جميلة، لكنهم يتركونه ويذهبون إلى المنتن. فسأل أخاه جبرائيل من هؤلاء ولما يفعلون ذلك؟ فقال عليه السلام للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الرجال من أمتك ممن رزق زوجة بالحلال وفراشا في الحلال ثم ترك فراشه وذهب لينام مع امرأة في الحرام، وتلكم المرأة من أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام رزقها الله فراشا حلالا وزوجا في الحلال فتركت فراشها وزوجها وذهبت لتنام مع آخر في الحرام. مشهد آخر يرويه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح كما يرويه البخاري رحمه الله أنه قال صلى الله عليه وسلم بينما كنت نائما وإذ بملكين أتاني فأيقظاني فأخذاني. اقتادى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة المحب للمحب وليس القيادة من القود والربط، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فرأى صلى الله عليه وآله وسلم مما رأى تنور. التنور أيها الإخوة، التنور أيها الأحبة أيها الإخوة، يعني يأتي مفتوح من الأسفل وضيق من الأعلى حتى تدخل النار من الأسفل، ثم يحمأ من الداخل، ثم بعد ذلك يوضع به الخبز أو يوضع به ما يوضع حتى ينضج ويستوي بلغتنا العامية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات صراخ وعواء فقال لهم ما هذا، وأراد أن يرى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن تنورا من أسفله نار مشتعلة حمراء ملتهبة تخرج، ثم هذه النار لا يخرج إلا دخانها من أعلى. فنظر صلى الله عليه وسلم في هذا التنور وإذ برجال ونساء، رجال ونساء يصرخون يبكون يتألمون يطلبون أن يخرجوا لكنهم أبدا لا يخرجون. فيما ما فعل هؤلاء؟ لماذا في النار ويكادون أن يخرجوا ثم يسقطوا ويقع في قعر التنور، يقع في قعر النار مرة أخرى؟ من هؤلاء يا إخوتي؟ من هؤلاء أيها الملائكة؟ وإذ بهم يقولون انطلق انطلق يا محمد، لا يجيبونه على الفور، انطلق انطلق. رأى ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم، رأى أناس يصرخون يبكون يتألمون يصيحون يطلبون من الله أن يوقف عذابهم، لكنهم يعذبون حتى تقوم الساعة وحتى يقضى بهم إلى جنة أم إلى نار. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ وإذ بالملائكة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق انطلق يا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدها يذكرونه ويخبرونه أن من رأيت، أن من رأيت في التنور يصرخون ويتألمون ويحرقون ولا تنطفئ عنهم النار، إنهم الزنا والزواني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، الحديث صحيح. أيها الأحبة، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أي الذنوب أعظم؟
أي الذنوب أكبر؟ وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أن تجعل لله ندا وهو قد خلقك، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فيقول ابن مسعود: والله إنه لعظيم، والله إنه لعظيم. ثم أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم أن تزاني بحليلة جارك. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يضع علامات مخيفة ترهب الحجر والجبل والشجر. أي الذنوب أعظم؟ أي الذنوب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، أعطاك وأنعم عليك وأكرمك وفضلك على كثير من خلقه، أن تجعل له ندا وأن تجعل له كفأ. والله جل جلاله ليس كمثله أحد، ولا كفأ له ولا ند له. هذا الشرك بالله أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول عبد الله بن مسعود ثانية، يريد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمت يا رسول الله أن هذا الذنب عظيم، والله أن أجعل لله ندا وشريكا وكفئا أنه عظيم يا رسول الله. ثم أي؟ وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الكثير من الناس من الذي يكتفي بولد وولدين، مخافة الأيام السوداء والمستقبل الأسود، مخافة أن لا يطعمهم، لأن الله هو الذي تكفل برزق الجميع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن، الله يتكلم عن نفسه، نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية أخرى: نحن نرزقكم وإياهم. قال: يا رسول الله، أي الذنوب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ما في أكل بكفي، وقد كانت في الجاهلية بعضهم يقتل الذكور والإناث معا مخافة الفقر والمجاعة فيدفنهم وهم أحياء. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ ثم يسأل الثالثة، وهي من كبائر الذنوب وأكبر المعاصي والآثام، يقول: يا رسول الله، ثم أي؟ وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أن تزاني حليلة جارك. واسمع أيها الحبيب، واسمع أيها الحبيب، ما الذي يقوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون على الله من أن يزني بحليلة جاره. وهذا من حق الجار، ومن حق الصديق، ومن حق القريب. وأحيانا قد يكون لك جارا ولا تربطك به أي علاقة قرابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقه في عرضه، فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره، أي بزوجة جاره. ولأن يسرق الرجل عشرة بيوتات من بيوتات المسلمين أهون على الله من أن يسرق بيت جاره. نعم، فيها حق للجار، وفيها أيضا أنه ينبغي علينا أن ننظر بعين المخافة من الله وعين الخشية من الله في أن ننتهك أعراض بعض. أيها الأحبة، إن الزنا ظلم عظيم، يظلم الرجل فيه نفسه وتظلم المرأة فيه نفسها. الله أعطاك علاقة شرعية، أعطاك زواج، حب من خلال الزواج، ابتسم، تمتع واستمتع، وخذ نفسك بعيدا، اذهب في أحضان من تحب، قبل من تحب، تجد المتعة، تجد الخير، تجد الهناء، لأن هذا الأمر شرعه الله وأوجده الله وأباحه الله وأحله الله. بل من السنة إذا أراد الرجل أن يأتي زوجه أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بل والصحابة يستغربون عندما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن ماذا؟ يسألونه عن الذي فعل الحرام والزنا بأن وقع في فراش حرام، أيأثم؟ قال: نعم.
قالوا: أرأيت يا رسول الله لو كان الرجل مع زوجه، أن ينام الرجل مع زوجته يقضي ليله فيما أباح الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أرأيتم؟ بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يزني يأثم ويبوء بإثم عظيم ويبوء بغضب من الله وسخط من الله، قالوا يا رسول الله فإن كان مع زوجه؟ قال: نعم. وأعطاهم القياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان يأثم في الحرام أفلا يؤجر على منامه في فراشه بالحلال؟ بلى بلى أيها الأحبة. والله أنا حلقة اليوم الذي دفعني أن نزلت فيديو مدة 3 دقائق عبر صفحة الفيسبوك عنوان عقوبة الزاني، أحذر الشباب، أحذر الرجال، أحذر المتزوج والمتزوجة، لأنه طلعت عندنا موضة يعني البعض ينادي بها كما هي موجودة في بعض الدول العربية، أن تكون لك زوجة وعشر عاشقات وست صبايا صاحبات، صاحب من شئت لكن إياك أن تتزوج ثانية. البعض اليوم يصاحب الواحدة والثنتين والثلاثة وأربعة ويصرف عليهن من ماله ويتكلم لهن الكلام الجميل ويبخل بالكلمة الطيبة على زوجته، ثم يشكو بعد ذلك من غلظتها ويشكو من قلة اعتنائها بنفسها، وأنت أبدا لا تتكلم أو تستخسر فيها كلمة حب صغيرة بسيطة، لكن للتي تصاحب تؤلف فيها القصائد وكأنك تعيش جو قيس وليلة وعنترة وعبلة وهكذا. أيها الأحبة، هذا الفيديو رأيت مقالة استوقفتني البارحة واليوم. أحدهم قال: والله كنت أنوي أن أخون الله، لكنني صدفة وقفت على هذا الفيديو القصير، سمعت ما فيه، اطلعت عليه وخفت الله، وخفت الله، قررت ألا أفعل. وبعضهم كتب: واستشعرت حلاوة أن يعود العبد لربه وأن يتوب إلى الله وأن يعتذر إلى الله وأن يرجع إلى الله. بعضهم رجالا ونساء قال: هل يجوز التوبة يا شيخ؟ هل يقبل ربنا التوبة؟ وقعت في الحرام، خنت، صنعت، فهل يقبلني الله سبحانه وتعالى إن رجعت له؟ أيها الأحبة، قد يكون 500,000 أو أكثر مشاهدة لهذا الفيديو، لكن بعض التعليقات استوقفتني طويلا في أننا نقع في الحرام ولا ندري أننا نغضب الله، ولا ندري أن الله سبحانه وتعالى يسخط علينا، ولا ندري أن الله سبحانه وتعالى يعدمنا التوفيق. فوالله بعض الناس من كثرة الزنا يصيبه الفقر، وبعض الناس من كثرة الزنا يصيبه الأمراض كالإيدز والسيلان وغيرها من الأمراض السيئة المخيفة التي لا يطيقها الإنسان لعدوه فكيف لحبيبه. وبعض الناس يفضحه الله، يستره الله، يستره الله ثم يفضحه الله، تفضح المرأة فيفضح عرضها بين الناس، ويستر الرجل مرة ومرتين ثم بعد ذلك يصر ويجاهر بالمعصية فيفضحه الله على الملأ، فتضيع هيبته وتضيع مكانته ويضيع احترامه بين الناس. أتعلمون لما؟ لأنه جاهر الله بالمعصية، لأنه أعلن الحرب على الله. ومن كان ندا لله خسر لا محالة، وما كان ندا لله لم يكن له توفيق في شيء. أيها الأحبة، نتم حديثنا عن الزنا والزنا وعقوبتهم، ونسأل الله ألا نكون منهم، بعد أن نستمع وإياكم لرفع آذان العصر مباشرا بإذن الله تعالى. بعد هذا الفاصل نستقبل أيضا اتصالاتكم واستفساراتكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونستمع وإياكم لآذان العصر، فابقوا معنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله ربي كل خير.
لتقديم زكاة أموالكم اتصل على 065-777-222. ادعموا شجاعتي، زكاتكم حياتي. طبيخ أمي يومياً في رمضان الساعة 3 عصراً ويعاد في الأوقات التالية. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حيّار الصلاة حيّار حي على الفلاح لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ فروجنا. ابن عباس يقول: يا معشر قريش،
والحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش احفظوا فروجكم، من حفظ فرجه فله الجنة. يا الله، الموضوع اليوم في ظل غياب الأخلاق وغياب الوازع الديني ورقابة الإيمان، إنه ما عم نتربى على الدين، ما عم نتربى على أخلاقنا، أصبحنا نتربى على إنه أي شيء ممكن تأخذه صحتين، يعني زنيت اليوم صحتين، شربت خمر والله أنك شاطر، يعني أصبحنا ننظر لفعل الحرام على إنه شطارة وفهلوة، وأصبحنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، غاب من يذكرنا في الله، غاب من ينصحنا لله، غاب من يذكرنا بأن الربا والزنا إذا وقع ببلد أو عم بقوم نزل بهم سخط الله. وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما قوم فشى فيهم الزنا والربا فقد باءوا بغضب من الله والعياذ بالله. لذلك بعض دول كنا ننظر أنها دول قوية وعندها الخيرات ما عندها، لكنها والله سقطت أسرع من وقوع القشة على الأرض في الجو الساكن الذي لا هواء فيه ولا غبار. والسبب أنهم لجأوا للربا، فأصبح الرجل يأكل بالربا ويشرب بالربا ويتزوج بالربا ويشتري سيارته بالربا ويشتري موبايله بالربا والساعة بالربا والتلفاز الجديد بالربا ويغير الأثاث بالربا، حتى قلب الربا حياتنا، وأصبحنا نشكو رغم وجود الأموال بقلة بركتها. تعلم ليه؟ لأنه مال حرام، يعني كيف بدك تتهنى فيه؟ كيف تريد أن تعيش مبسوط وربنا بيقول يمحق الله الربا؟ أما الزنا فأن يستبيح المرء عرض غيره وينظر لأي امرأة تعرض عليه نفسها مقابل مال، ضاع حياؤها، ضاع دينها، ضاعت أخلاقها، فيلحق بها ويقع بها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أصناف من الناس سبعة، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله جل جلاله الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. كم واحد منا اليوم وقع في مثل هذا الموقف؟ سافرت لدولة أخرى، مررت بشارع معين، استوقفتك امرأة جميلة بشكلها وجسدها وعرضت نفسها عليك مجانا أو مقابل شيء زهيد من المال، متعة ساعة أو ساعتين أو ليلة تقضيها بأكملها، كله حرام بحرام. الله يراك وينظر إليك بل ويسخط عليك. ودعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. اللهم اجعلنا ممن يخافونك، اللهم اجعلنا ممن يتقونك، اللهم لا تمتحننا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب. يا الله، الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. هذا لا، هنا لا الناهية تفيد التحريم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا أمر من الله أن لا تقرب أيها المسلم أو أنت أيتها المسلمة ثيبا بكرا متزوجا مطلقا صغيرا كبيرا، لا تقربوا الزنا. بل تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا ثلاث أصناف من الناس الله يوم القيامة لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم. أترى ما معنى هذه الكلمات؟ هذه الكلمات معناها أن الله غضبان عليك، الله لا يحبك، الله لن يرحمك يوم القيامة. وذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم قال: وشيخ زان، اللهم عافنا يا رب، تلاقي عمره 60 و65 سنة و55 سنة ويذهب ويبحث عن النساء الصغيرات ويدفع الأموال ويسرق الأموال وينصب على الناس ويأخذ قروض بالربا كي يزني. بقول لك أنا شغل كيف؟ أنا إذا ما كان هذا عمران بالخمر وهذا بالزنا فلا حاجة لي في هذه الدنيا. يجاهر الله، وبعضهم يزني صغير، زميلة معه في الدوام، في الجامعة، طالبة مدرسة، أيا كان، أي ضحية أكلها أو نهشها أو
وقع عليها في أي مكان في العالم، بل بعضنا يتعمد السفر، يستدين المال ويأخذ القروض كي يزني، يغادر بلده، يترك أهله، يهجر قرآنه، يترك صلاته، ويترك زوجته على فراشها تشكو ليلها، تشكو قلة اهتمامه وقلة مودته ورعايته، ثم يذهب لينام مع امرأة في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بعيني أناس يتركون اللحم الطيب، اللحم الطازج، اللحم الذي تتمنى كل نفس أن تأكل منه، ويذهبون إلى آخر منتن رائحته جيفة. بل والله أن الجيفة لعل بعضنا إن وقع في عذر شرعي كأن خشي أن يموت أكل منها رغم رائحتها المنتنة، لكن هناك شيء لا يطاق، بل لك والله بموت ولا بقرب منها. رأوا ناس يتوافدون ويتلاحمون فيما بينهم أيهم يأكل من هذا اللحم المنتن، منظر رهيب، منظر مخيف. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أخاه جبرائيل: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ لما يفعلون؟ قال: هؤلاء الزنا من أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الزنا من أمتك. الله رزق الرجل الزوج الحلال، أعطاه الفراش الحلال، أعطاه البيت الطيب، فترك أولئك الثلاثة، هجر زوجته وترك فراشها، بدي أدبها، بدي أعلمها، يقسو عليها. ولا يحل المسلم أن يهجر فراشه أو أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فما بالك ببيت الزوجية أيها الحبيب. أي الله المستعان، الله المستعان. خلينا أخذ هذا الاتصال معي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. طيب نعتذر، فصل الخط، لا بأس إن شاء الله تعالى، خير إن شاء الله. يعاود الأخ الكريم أو الأخت الكريمة الاتصال مرة ثانية. أقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستغرب، يعني هذول عاقلين معقول، لكن جاء التعليل والتفسير أنه يا محمد لا تحزن على هؤلاء، فهؤلاء قد أغضبوا ربهم وتنكبوا طريقك ولم يتبعوا سنتك. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن داود، أن الزاني إذا زنى، اسمع أيها الحبيب، اسمع يا أختي الكريمة، أن الزاني إذا زنى رجلا كان أم امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني يخرج الإيمان منه، يخرج الإيمان، فيكون كالظلة فوق رأسه، اسمع، فيكون كالظلة فوق رأسه، فإن أقلع عن الزنا عاد الإيمان إليه مرة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والله يا أخوان، الزنا يمحق البركة، الزنا يهدم البيوت، الزنا يورث الذل، لأن الله يسخط عليك ولا يعطيك توفيقا. الزنا يقتل كل جميل في حياتك. لذلك عليك أن تختار، إما أن تكون مع الله ومع الأبرار، وإما أن تكون في جحيم وسخط والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة. وذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت لكم آنفة، قال: شيخ زان، رجل كبير في السن، بدل أن يذهب إلى المساجد، أن يحفظ القرآن، أن يكثر من الصدقات والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذهب ويبحث عن الفتيات كي يزني، كي يغضب ربه، مع أن من كان في سنه يقلع ويتوب ويعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، خلينا نطلع مع هذا الفاصل ثم نعود بعده بإذن الله تعالى ونواصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله ربي كل خير. أهلا فيكم مشاهدينا، ولقاء جديد بجدد معكم عبر برنامج حديث اليوم، دائما عبر شاشة الأردن اليوم. يعني احنا وياكم نتعرف ونشوف شو في مناسبات، فعاليات، معارض لليوم بفقرة المفكر اليومي. الكاريكاتير اليومي مع ميس العمر.
ومشاهدينا بعد الأخبار المنوعة ننتقل وإياكم لأبرز الفعاليات المقامة اليوم. حول مشروع الذي يعد الأول من نوعه في العالم والمتمثل بصناعة أكبر تاج ملكي أردني في العالم. دائما فقراتنا الطبية يعني مثابة استشارة مجانية وأيضا فقرات توعوية. حديث اليوم مع هناء الأعرج وسعد الطرامنة ومحمد غسان من السبت إلى الخميس الساعة 10 صباحا ويعاد في الأوقات التالية. طبيخ أمي يومياً في رمضان الساعة 3 عصراً ويعاد في الأوقات التالية. الطفولة التي عشتها قياساً بجيلي في ذلك الوقت طفولة ميسورة، ولكن إذا ما قست الطفولة بالطفولة التي يعيشها الآن أبناء الجيل الحالي حتى الفقراء منهم فإنها طفولة بائسة وطفولة فقيرة. أنا أعتقد أنه الناس اللي أفرزوني والناس اللي انتخبوني والناس اللي وصلوني إلى هذا المكان لهم علي حق أن أبقى بجوارهم قريب منهم. حكايتي الأحد الساعة 5 مساء ويعاد في الأوقات التالية. لتقديم زكاة أموالكم اتصل على 065-777-222. ادعموا شجاعتي، زكاتكم حياتي. عالم الرياضة مع عصام الغويري ويوسف البستنجي الجمعة الساعة 6 مساء ويعاد في الأوقات التالية. كلام صريح مع عبيدة عبده الأربعاء الساعة 5 مساء ويعاد في الأوقات التالية. ما
بمجد أجدادنا الدنيا قد اندهشت وما تزال بهذا المجد تندهش. يعود مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 32 باستضافة باقة من أهم نجوم الفن والطرب على المسرح الجنوبي، الخميس 20 تموز عمر العبدالله، الجمعة 21 تموز وائل كفوري، السبت 22 تموز نانسي عجرم، الأحد 23 تموز ليلى أردنية مع هالة هادي، إبراهيم خليفة، هيثم عامر وسامر أنور، الاثنين 24 تموز هاني شاكر وريهام عبد الحكيم، الثلاثاء 25 تموز فرقة أبناء الجبال الأكاديمية الدولية الشركسية، الأربعاء 26 تموز وليد توفيق وبرواس حسين، الخميس 27 تموز راغب علامة، الجمعة 28 تموز فارس كرم وديانا كرزون، السبت 29 تموز نوال الزغبي، الأحد 30 تموز نادي الجيل الجديد للفولكلور الشركسي. وتستمر العروض في عمان حتى 6 آب. الراعي الرسمي زين. تباع التذاكر في الأماكن التالية: جرش، خزينة الفن والثقافة. كلام صريح مع عبيدة عبده، الأربعاء 5 مساء ويعاد في الأوقات التالية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ولقاء جديد جدد معكم عبر برنامج حديث اليوم دائما عبر شاشة الأردن اليوم. ده يعني احنا وياكم نتعرف ونشوف شو في مناسبات فعاليات معارض لليوم بفقرة المفكر اليومي. الكاريكاتير اليومي مع ميس العمر. ومشاهدينا بعد الأخبار المنوعة ننتقل وإياكم لأبرز الفعاليات المقامة اليوم حول مشروع الذي يعد الأول من نوعه في العالم والمتمثل بصناعة أكبر تاج ملكي أردني في العالم. دائما فقراتنا الطبية يعني مثابة استشارة مجانية وأيضا فقرات توعوية. حديث اليوم مع هناء الأعرج وشهد الطرامنة ومحمد غسان من السبت إلى الخميس 10 صباحا ويعاد في الأوقات التالية. Oh.
نحن لسنا أتراك، نحن عرب، عرب مثلكم. يا أهلا بيك يا ضيف، أنت بالكرك؟ أنت بيت الشيخ إبراهيم الضمور، شيخ الكرك. أنتم أبناء الشيخ أيدوم؟ إلى إبراهيم الضمور شيخ الكرك، آمرك أن تسلم المتمرد قاسم الأحمد، وإلا أحرقت ولديك أحياء. عطر النار يومياً في رمضان، الساعة الثانية ظهراً، ويعاد في الأوقات التالية. الطفولة التي عشتها قياساً بجيلي في ذلك الوقت طفولة ميسورة، ولكن إذا ما قست الطفولة بالطفولة التي يعيشها الآن أبناء الجيل الحالي حتى الفقراء منهم، فإنها طفولة بائسة وطفولة فقيرة. أنا أعتقد أنه الناس اللي أفرزوني والناس اللي انتخبوني والناس اللي وصلوني إلى هذا المكان لهم علي حق أن أبقى بجوارهم قريب منهم. حكايتي الأحد، الساعة الخامسة مساء، ويعاد في الأوقات التالية. مطلق السلمان صار يصول ويجول بالبلاد ويغزي العربان. والله ومحمد رسول الله لو كانوا أميت خيال ما خاف منهم. الغدر ما عليه مراجل، نمر انهزم بوح. عمطلق السلمان لزوم تلفون، كل من نفخ نفسه وقع بالشماتي. الله يحوشك بالوغى لا أكثر ولا دون، وعسى هواتك يلفهد من قناتي. فصلت لك بذلات ما لون من لون، لما لقيت اللي على قدك توادي. نمر بن عدوان يوميا في رمضان، الساعة التاسعة ليلا، ويعاد في الأوقات التالية. ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، ونعتذر لطول هذا الفاصل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كل صلاح وتقوى وخير، والإنسان في هذه الدنيا يعيش في ابتلاء. سبحان من قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان تتمحص أخلاقه وتظهر قيمه إذا ما وقع في أمر رأى أنه قد يفقد الجميل في حياته. لكن دائما أنا إن أردت أن أمتع نفسي لأجعل تلك المتعة فيما يرضي الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أنا الزواج وأردت النكاح وطلبت كذلك، أستعين بالله سبحانه وتعالى، أستعين بالله على العفة، وأطلب من الله أن ييسر لي زوج الحلال وبنت الحلال، من إن نظرت إليها أسرتني، وإذا أمرتها أطاعتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها وفي مالي. هذا الصنف الذي نبحث عنه دائما يحتاج لنية، يحتاج لإيمان. أحيانا تجد يعني سبحان الله يبتلى الرجل الطيب الصالح بامرأة خبيثة والعكس،
تجد البنت ما شاء الله حافظة كتاب الله ومن أجمل الناس وأحسن الناس، لكنها تبتلى برجل يشرب الخمر ويضربها ويهينها ويهجرها ويقسو عليها. هذه ابتلاءات الحياة، لكن متى يظهر الإيمان؟ يظهر حال الابتلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبرنا أن الزاني إن زنى خرج منه الإيمان وكان كالظلة فوق رأسه، يعني وين ما تروح إيمانك معك، لكنه ينتظر منك أن تتوب إلى الله، أن ترجع إلى الله، أن تقلع عن الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقلع عاد الإيمان مرة ثانية. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت لكم آنفة أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله. هذا الحديث أيها الأحبة يخيفنا ويرعبنا، لأن يوم المحشر ذاك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة وتدنو الشمس فيها من الخلائق. لذلك من هؤلاء السبعة الذين يفرون إلى ظل الرحمن، إلى الرحمة، إلى السكينة، حتى نفسه تكون مطمئنة عندما يرى الخلائق، مليارات ممن خلق الله من الإنس والجان، عراء كلهم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض مخافة من قضاء الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أولئك الذين هم في ظل الرحمن، نسأل الله جميعا أن نكون في ظله. قال: ورجل دعتهم رأى ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. هل وقع معك هذا الموقف؟ هل مررت به مسبقا؟ هل عصمت نفسك من الزنا؟ بتروح مع شلة شباب أصحاب إلك، روح خلينا نسهر بكذا، خلينا نطلع سياحة لدولة كذا، يضعف الإيمان ونرى النساء ونرى الجمال، ثم معنا المال، ثم تبدأ ويبدأ الطغيان يطوف بالنفس، المعصية تخرج رائحتها، وهم الزنا يندفع بصاحبه، ثم تعالوا بنا نقع بهذه. ألا تخاف من الله؟ ألا تخاف أن تموت وأنت معها في غرفتها؟ ألا تخاف أن يفضحك الله؟ ألا تخاف أن يهتك ذاك الستر وأنت تجاهر وتعلن الحرب على الله؟ نعم أيها الأحبة، باب التوبة مفتوح لكل من زنى، لكل من وقع في حرام، لكل من دمر جمال الإيمان في داخله، في أن يعود إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن يعود ويؤوب إلى الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن. إذن انظر لصفات الذين يحبهم الله ويبدل سيئاتهم حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما إلي إلا الله، ولا أعبد إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أطلب إلا من الله، ولا أفعل إلا ما يرضي الله، ولا تقربوا الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يزني أو يقتل أو يشرك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الله الرحيم الغفور الرحمن، لنرجع له، لنقلع، لنتوب. خلينا نرجع لربنا. الله سبحانه وتعالى يحب لك الخير، يحب لك التوفيق، لكن هل تعلم أنك إن زنيت، إن نمت في فراش حرام، إن خنت زوجتك أو إن فعلت أنت تركت زوجك وذهبت إلى آخر تنامين معه بالحرام وتخرجين معه بالحرام، هل تعلم أن الله يبعد عنك الخير؟ أن الله يبعد عنك الرزق؟ معقول؟ الله أكبر، كيف ذاك؟ اسمع ما الذي يقوله حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق باقتراف الذنب، وأي ذنب أعظم عند الله من الزنا؟ وأي ذنب أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الزنا؟ إن العبد ليحرم الرزق باقتراف الذنب، وفي رواية باقتراف المعصية.
فاعلم أنك عندما تزني، عندما تخونين زوجك أو تخون زوجتك أنت، عندما تهجر فراشها ولا تسمعها من الكلام الطيب، فأنت تعين الشيطان أن يدفعها للحرام، وذاك والله ليس بمبرر لها أمام الله، إنما تصبر وتعالج وتدافع حتى تعود الحياة الزوجية حياة هانئة. نعم، إن من أكثر أسباب الزنا التي تصيب بيوتات العالم اليوم هي بسبب الافتقار للغة الحب في البيوت. لا يوجد لغة حب، لا يوجد لغة احترام، لا يوجد لغة تقدير، لا يوجد لغة عطف وشفقة، فيكون بالزوج حريا أن يرجع لبيتي يسمح الكلام الطيب، يا حبيبتي، يا قلبي، يا بعد عمري، والله لا طعم ليومي دون أن أراك، والله جلستي بجانبك، أشرب معك عصير، آكل معك قطعة كيك، أيا كان، والله أنها بالدنيا وما فيها، والله إن متعة نومي بفراشي معك عندي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أدعو الله دوما بأن يرزقنا من أمثال صلاح الدين، من أمثال قطز، من أمثال الظاهر بيبرس، من أمثال وأمثال. هكذا هو المسلم دائما حريص أن يكون رؤوفا بزوجته، فلا يهجر فراشها إلا لعلاج ووقت قصير، أما لا يتركها ويعطيها الحق الذي لها. وأختم هذه الحلقة بهذه الرواية التي جاءت فيها امرأة تشكو زوجها لعمر بن الخطاب، فقالت: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر ونظر، قال يعني الصفات الجميلة الحلوة في هذا الزوج، فقال: ونعم الرجل هو، ونعم الرجل هو. فما كان بعد ذاك من علي إلا أن قال: يا أمير المؤمنين، والله ما جاءتك هذه مادحة، إنما جاءتك شاكية لزوجها. قال: وكيف ذاك؟ قال: جاءتك تشكو هجرانه فراشها. يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل، يقوم ليلة ويصوم نهار، أي أنه لا ينام معي ولا يعطيني حق الشرع بالزوجية. فما كان من عمر إلا أن طلب زوجها وقال: أعلم أن لك ليال ثلاث، صم ما شئت وقم ما شئت، وفي الرابعة ذاك يوم زوجك. هذه الزوجة لها حق، وإن لزوجك عليك حقا. لا تترك الزوجة فريسة للآخرين، لا تبخل عليهن بالكلام الجميل، ولا تهجر فراشها إلا لعلاج قصير، ثم بعد ذلك عد، عاد لك كل خير. نسأل الله أيها الأحبة في هذا اليوم الفضيل، يوم 15 من رمضان، أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يبارك لنا في زوجاتنا، وأن يبارك لزوجاتنا فينا وفي أزواجهن، وأن يعصم شبابنا من الزنا ومن الخنا ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.